بوب مارلي، لما تظهر حاجة غريبة في جسمك أو علامة خد بالك كويس وإياك تسكت عنها، واسمع بقى قصة المغني الشهير بوب مارلي. وده مغني جامايكي من أصول سورية يهودية، كان أيقونة في الغناء واللي تحول لأيقونة في عالم الطب، وده بعد ما ظهر علامة في جسمه. لكنه زيه زي ناس كتير، لما بيظهر في جسمهم حاجة بيسكتوا عليها فترة لحد ما الدنيا بتبقى في النازل، ويكتشفوا ان العلامة دي كانت مؤشر ودلالة لمرض خطير، وللأسف بيبقى بعد فوات الأوان. فالراجل ده بقى حياته كلها اتغيرت بين يوم وليلة بسبب إهماله في نفسه أو الجهل وعدم المعرفة، وده لما ظهر عليه علامة تحت ضفره أو بقعة كده ظهرت تحت الجلد، وكانت مؤشر لواحد من أخطر أنواع السرطانات، لكنه لم يعر لها أي اهتمام أو يلقي لها بال، وكانت سبب في موته. ومات وهو عنده 36 سنة بسبب سرطان الجلد أو الميلانوما، وده عبارة عن نمش أو شمة غير منتظمة الشكل، مش مدورة كده زي الشمة العادية اللي شبه الوحمة يعني. فتم تشخيص المرض وحاول الأطباء بتر الطرف المصاب ده، لكن مارلي ما وافقش بسبب اعتقاده الديني، وتجاهل المرض اللي انتشر في جسمه بسرعة كبيرة جدا. وبيحكى ان عميل امريكي استعمل هوية مزورة وحاول يقابل مارلي ده على انه مراسل صحفي لمجلة نيويورك تايمز، ودي واحدة من اكبر المجلات في العالم، ولذلك بوب مارلي ما منعش انه يقابله. والراجل ده بما انه عارف ان بوب بيحب الرياضة جدا وخصوصا لعب كرة القدم، فجاب له معاه حذاء رياضي من ماركة كونفيرس. وقتها بوب حاول يجرب الحذاء ده كده، وأول ما دخل رجله اليمين صرخ بشدة وتألم، وكأن إبرة دخلت في رجله. العميل ده قال إن في اللحظة دي أيقن إنه هيموت لا محالة. بوب وهو بيمارس الرياضة كالعادة ففقد الوعي، واكتشف الأطباء وقتها إن السرطان تغلغل في جسمه وفتك بالمعدة ثم رئة من رئتين لحد ما وصل للدماغ والعياذ بالله. ولذلك دايما بنقول اوعى تشوف حاجة في جسمك وتسكت عليها، لان كل حاجة ممكن تتلحق في البداية، لان بداية التشخيص لأي مرض اهم سبب للعلاج. فخد بالك وراقب نفسك كويس جدا، لانك ممكن تسبب لنفسك أزمة. لو عجبك الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.